لاحظ هاي بنتكلم اليوم عن اليخوت وعدد الأشخاص، حجم الغرف، والأسعار والباكجات وغيرها. اليخوت في العادة تشيل ما بين 14 إلى 16 شخص، بالعادة لما يكون شخصين مع شخصين، أقصد شخصين مع شخصين يعني يا رجال مع رجال ولا مرة مع مرة مشترك في النظام. هذا ما يصلح نظام الإخوت عندهم، ممنوع. النظام المتعارف إذا أنت شخص واحد وحجزت عن طريق شركة، لازم إذا ما حصلوا بشريك في الغرفة راح تدفع عن شخصين، ما راح تدفع عن شخص واحد. وإذا حصلوا لك شريك في الغرفة هنا راح ينزل السعر للنص تقريبا. نفترض أنك أنت حجزت، تبي تحجز على نفسك ب5000، حصلوا شريك تدفع 2500. فنظام الغرف في اليخوت في العادة عندك اليخت هذا واليخت هذا تعتبر صغيرة. صغيرة يعني ما في مساحة، يعني سريرين فوق وتحت، والمساحة الموجودة صغيرة يعني ما أتي متر في 50 سنتي المساحة. نظام الأكل، أكل عندك اللي هو غدا وعشاء وريوب معروف. بعض الأحيان طبعا الكوفي والشاه متوفر. في بعض الأيام يكون في مثلا إذا رجعت الضحى في عصاية فرش، وإذا رجعت المساء في عندك كيك أو يعني سناك بين وجبتين. في نظام اليخوت هذه أو القوارب هذه أو السفن خلينا نقول، يختلف عن نظام السفن اللي شفتوها قبل في القطب الجنوبي أو القطب الشمالي. من ناحية عدد الستاف يكون أقل، يعني بيكون عندك طباخ وقايد مرشد وسواقين للقوارب والكابتن والمهندس، هذا بالعدد يكون يعني. أو بما أن المنطقة أو القرابة تعتبر دافية ورطوبة، فأغلب اليخوت مزودها بمكيفات يعني تحاتون في براد الجو بارد داخل. النظام راح يكون في جدول يومي ينكتب لكم أو ينطبع وشرح عن شو اللي راح تسوونه باكر، يعني من غطس صغير. معظم الأنشطة تكون هايكينج وغطس وسباحة، وبعض الأحيان إذا كنا في مناطق أو في جزر معينة فنكون في تور بالغطس. Cormorants, my friends. From 29 species of cormorants, this is the biggest, but it's the only flyless in the planet. All right? لعبة بركانية. لعبة بركانية، النباتات يوم تنبت ما تاخذ عمر بسبب صعوبة ال
I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a